السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. لو بتشوفوا القناة بقى لأول مرة ما تنسوش تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، بحبكم جدا. يلا بينا نبدأ الوصفة بتاعتنا. هنعمل مع بعض النهاردة ميني بيتزا سهلة وبسيطة جدا وسريعة، مش تاخد منك وقت خالص في تجهيزها ان شاء الله. يا رب الفيديو يعجبك، تابعي معايا الفيديو للآخر عشان تشوفي عملناها ازاي. اول حاجه هنا كده معايا بصلايه صغيره، حطيت عليها معلقه من الزيت وفضلت اقلب فيها كده لحد ما دبلت خالص. بعد كده نزلت عليها هنا بصدور الفراخ، حابه تحشي البيتزا بتاعتك لحمه مفرومه مفيش مشكله، ميكس جبن يعني براحتك زي ما تحبي. انا قلت هعملها كده، هعمل شاورما كده بسيطه وهنحطها على البيتزا بتاعتنا. خلاص اول حاجه كده هنقلب الفراخ، وبعد كده هننزل عليها بالتوابل الجميله بتاعتنا، 7 بهارات وملح وفلفل ورشه من الكمون. حابه تحطي بابريكا، حابه تحطي كاري، حابه تحطي قرفه، رشه قرفه بسيطه جدا هتديها نكهه حلوه برده، مفيش اي مشكله خالص براحتك. هنقلب بقى كده كل ده مع بعضه، بعد كده هننزل بالفلفل الالوان اللي مقطعينه صغير كده زي ما انتم شايفين، وهنقلب بقى كده لحد ما خلاص يقرب يستوي، لان الفراخ لما بتقطعيها كده صغير ما بتاخدش اي وقت خالص على النار. خلاص هنستنى بقى كده لحد ما تستوي، وبعد كده هنروح نجهز الصلصة بتاعة البيتزا. زي ما انتم شايفين هنا كده خلاص الفراخ كانت استوت، ودي كده صلصة البيتزا. خلاص انا كده كنت خلصتها، تعالوا اوريكم بقى طريقة صلصة البيتزا عملناها ازاي. سهلة جدا برضو، هتجيبي معلقة من الزيت او معلقة سمنة زي ما تفضلي اي مادة دهنية عندك، وتحطي عليها معلقة من الثوم المفروم او الثوم المهروس مقطعها كده صغير خلاص، وتفضلي تقلبي كده في الثوم باستمرار علشان ما يمررش معاكي ويغمق لونه. انا عايزه بس لونه كده يبقى بسيط ذهبي فاتح خالص زي ما هتشوفوا دلوقتي. بعد كده هنزل عليه هنا بمعجون صلصه الطماطم البيتي مش الجاهزه، صلصه طماطم بيتي، يعني تضربي طماطم كده في الخلاط مثلا وسبكيها على النار، هتبقى معاكي احلى صلصه طماطم في البيت تقيله كده وتستخدميها بتبقى حلوه جدا. خلاص احسن من الصلصة الجاهزة، يعني الصلصة الجاهزة دي ممكن نستخدم منها معلقة او معلقتين لو حابين ان احنا نتقل قوام الصلصة بتاعتنا او نغمق قوام لون الصلصة بتاعتنا. بعد كده هنا برضو حطيت رشة من ال7 بهارات ورشة من الملح ورشة فلفل بسيطة جدا جدا جدا. خلاص ونقلب بقى كده وهنسيبها لحد ما تتسبك كده مع بعضيها وتغلي كده كويس، تقلب اول ما تقلب معاكي على النار. خلاص الصلصه كده بتاعتنا جاهزه. نيجي بقى هنا للعجينه، سهله جدا جدا جدا. كوبايه لبن دافيه، خلاص مش سخنه، دافيه حاجه بسيطه جدا. بعد كده هننزل عليها بمعلقتين صغيرين من السكر، يعني ما يعادل معلقه كبيره من السكر، ومعلقتين خميرة فورية يعني برضو ما يعادل معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. خلاص وهنقلب بقى كده كل المكونات دي مع بعض لحد ما الخميرة والسكر كده يمتزجوا كويس ويدوبوا في اللبن. بس كده نيجي بقى هنا كده للدقيق، معانا 3 كوبايات من الدقيق زي ما انتوا شايفين كده، ادي التانية ودي اهي الكوباية التالتة. طبعا لو حابة تضعف الكمية براحتك، وطبعا مننساش الملح، هنحط معلقة صغيرة من الملح. نبدأ بقى كده نعجن في المكونات بتاعتنا، وطبعا لو احتاجنا مية للعجن برضو مفيش اي مشكلة، هنزود مية ونعجن بيها، طبعا مية من حنفية او مية دافية حاجة بسيطة جدا، لحد ما العجينة تلم وتسيب الطبق خالص. وبس هنا كده خلاص يا حبايبي كانت العجينة اتعجنت كويس جدا ولمت طبعا كده مع بعض، ومفيش اي مشكلة خالص لو احتاجنا شوية مية نكمل العجن. خلاص هندهن وشها زيت ونغطيها بكيس من اكياس المطبخ، او تغطيها بستريتش لحد ما
تختمر معاكي ويتضاعف حجمها بالشكل اللي انتوا شايفينه في الفيديو ده. ما شاء الله اختمرت بسرعة جدا عشان عجونة كويس جدا جدا. بس بعد كده بقى نبدأ ان احنا نلمها كده من الطبق زي ما انتوا شايفين الشكل ده. بعد كده هنبدأ ان احنا نقطعها كده شكل كور صغيرة، هيبقى هيكون هو دوت حجم الميني بيتزا بتاعتنا. فنحاول ان الكور كلها تبقى مقاس واحد، حاولوا تخليهم كلهم مقاس واحد، تقطعيهم تقطيعة واحدة. حباها تبقى اصغر من كده طبعا مفيش اي مشكلة خالص، بقى دي حاجة بتاعتك انتي خلاص. بس الحجم ده كده يا جماعة يعني بصراحة مناسب جدا يعني زي ما انتوا شايفين كده. بس بعد كده بعد ما بتقطعيها انتي بتكوني مجهزة صينية جنبك اصلا فيها زيت عشان اللي تقطعيه تحطيه في الصينية كده. وبعد كده تسيبيها سيبي العجينة ترتاح 10 دقايق. بعد كده ابدأي افرديها بالشكل ده كده زي ما ماما بتوريكم هنا. طبعا هي اللي عاملة البيتزا بصراحة ربنا يخليها، انا كنت بصور بالتليفون فهي اللي عاملة لكم كل حاجة النهاردة في الفيديو. فيا رب الفيديو يعجبكم وان شاء الله تجربوا الوصفة دي وتعجبكم الطريقة. بس كده هي دلوقتي بقى بتحط الصلصة اللي احنا عملناها في اول الفيديو مع بعض، صلصة البيتزا سهلة جدا، ويتمنى ان تجربوها بالطريقة اللي احنا عملناها، متأكدة ان هي هتعجبكم. بعد كده هنوزع هنا كده الصلصة بالشكل ده علشان تبقى على البيتزا كلها كده، لان هي بتديها طعم حلو قوي. ودلوقتي بقى كده خلاص هنحط بقى قطع الشاورما الفراخ اللي عملناها مع بعض. زي ما قلت لكم تقدروا تحطوا اي نوع حشو انتم مفضلينه، ممكن يبقى مثلا رومي مبشور وميكس جبن بقى وكيري وكده وموتزاريلا وشيدر، يعني براحتكم، المتاح عندكم المتوفر عندكم اعملوه خلاص. بعد ما وزعنا الفراخ كده بتاعتنا حطينا بقى هنا كده جبنة موتزاريلا على الوش بالشكل ده. سهلة جدا. بس كده خلاص خلصنا الكمية كلها اللي معانا. بعد كده طبعا هتبقى جاهزة على الفرن على طول. زي ما انتوا شايفين دخلناها الفرن في الرف اللي في النص، شغالي عليها الفرن بس زي ما انتوا شايفين هنا كده اختمرت برضو في الفرن، لان يعني ما شاء الله العجينة حلوة جدا وكانت قربت ان هي تستوي، كنت حابة ان انا اوريها لكم. بعد كده بتشغلي عليها الشواية، لما بتلاقيها خدت لون من تحت ولسه فوق نية شوية بتشغلي عليها الشواية علشان الجبنة الموتزاريلا بتاعتنا تسيح والبيتزا تاخد لون ذهبي كده من فوق زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. شكلها ما شاء الله تحفة وطعمها احلى بكتير، اتمنى ان انتم تجربوها هتعجبكم جدا جدا جدا. بصوا شكلها عامل ازاي، بجد طعمها حلو قوي. هنبدأ بقى كده نقدمها في الطبق مع بعض بالشكل ده كده. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو اول مرة بتشوفي قناتي، وتفعلي الجرس عشان يوصلك فيديوهات الجاية كتير ان شاء الله، فيوصلك اشعار بالفيديوهات اللي جاية. وبس كده يكون الفيديو بتاعنا خلص، اتمنى الفيديو يكون عجبكم واشوفكم فيديو جديد على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.